طب والحاجات دي اتسرقت امتى؟ النهارده الصبح بعد الفجر بشويه. الواد هرب من نعيم بس صوروا الصوره دي. الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. ولو مش مسجل يا تهاني. ازيك يا نانا؟ سافا. سيبك من نانا دلوقتي يا تهاني وخلينا في موضوعنا. يا باشا ما تقلقش. حتى لو مش مسجل خطر نجيبه عن طريق الموبايل والساعه اللي سرقهم من العربيه، سهله. تفتكر في حد يزق الواد علينا؟ ما اعتقدش. شكله كده عيل بيقلب عربيه ولا حاجه. انا حكايه شكله دي ما بتريحنيش. الموبايل اللي خده الواد ده عليه رسائل وايميلات من الناس اللي بيشتغل معاهم بره، فما تقوليش بقى شكله مش شكله. انا عاوز الواد ده متكتف هنا قدامي في اسرع وقت. يا سلام بيك. خد يا عم عيب، احنا اخوات. ما شاء الله رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم. انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس ولا في تشكيله ثانيه؟ لا في اسلحه ثانيه بأطباعه التيشيرتات الجديده، لسه شاريها جديد من خير سعادتك. برافو. سعادتك انا ماشي بمبدا احب ما تعمل حتى تعمل ما تريد، وبعدين احنا جاهزين للشغل ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. برافو. انا احب الرجاله اللي دمهم حامي على الشغل. بكره اول طلعه ليكم انتوا الاثنين. اي حاجه تعملوها هنا انتوا الاثنين مفيش ثالث يعرفها. ادينا الثقة بس يا باشا. رجولة أفعال مش كلام. أما نشوف يا فارس هترفع راس سليم بيه ولا فلح تتشطر عليا أنا بس. أدينا هنجربه. لو طلعت قدها هدلعكم أنتوا الاتنين آخر دلع. إن شاء الله نكون عند ظن حسن سعادتك. وصلنا يا ستي. براحتك خالص. هات هات الجزمة دي عندي. لا دي بتاعتي. تحت كان اسرع. اوبا. سيبك بقى تريح وبكره تبقي زي الفل. استنى بس شوية انا هعرف اظبط نفسي كويس. انا عندي سكام دوب الانفيه عملتها. ما انا اطمنت عليكي بقى. استاذن انا لو عاوزتيني بكلميني. لا استنى، رايح فين؟ عشان خاطري يا فارس اقعد معايا شويه. انا محتاجه اتكلم مع حد عشان خاطري. خمس دقايق بس وبعدين روح. تفتكر يا فارس انا مبسوطه بالحياه اللي انا فيها دي؟ ده اللي يشوفك من بعيد يقول عليكي مبسوطة. برافو عليك. بعيد الناس كلها مصدقة الماسك اللي أنا لابساه. بضحك طول الوقت ولبسي كله على مود، يعني على آخر مود. بس محدش عارف قد إيه أنا بكره الظروف اللي وصلتني لكده. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا فارس أنا اتولدت في بيت الأب كل شغلته انه يخلف بنات وبعدين يجوزهم لرجاله كبار ويقبض ثمنهم، يعني ما يفرقش كتير عن اي قوات. اورني يعني؟ بالظبط. يا نهار اسود، ابوكي طلع اورني؟ لما كبرت ابتديت افهم، لقيت الموضوع بيع، فقلت بيع ببيع واستفيد انا احسن. والله عدك العين. فبعت نفسي لسليم وبقيت زي ما انت شايف، نانا هانم. نانا هانم اللي من وهي عيلة صغيرة بتحلم انها تقابل حد من سنها زي اي بنت عادية.
عارف يا فارس، أنا عمري ما حبيت قبل كده. نفسي أحب واحد يكون راجل بجد، أعيش معاه اللي عمري ما عشته. مش قادرة أنسى اليوم اللي دخلت عليا أوضة النوم اسمك لمس جسمي. قمت ليه؟ بص يا نانا، أنا عارف إن أنا في حاجات وسخة كتير، بس ما توصلش إن أخون ولي نعمتي. أنا ممكن أكون عايزك بس ما ينفعش. هو إيه اللي مش هينفع يا زبالة؟ هما السطرين هيهبوا عليا أنا ولا إيه؟ فوقي سطرين يا جربوع يا بيئة يا واطس يا معفن. أنت زيت نفسك. أنا نانا هانا، يعني ما تقلش ما ينفعش. وحيان أمك لجيبك راكع تحت رجلي يا جربوع. نزلت أعمل شولنج كده واشتريت لكم شوية حاجات. ست الناس شال أحلى ست في الدنيا، شال بالكهرباء. إن شاء الله يخليك يا ابني ويبارك لك. ربنا يخليك يا أم صفية، ملكة ملوك العالم. فستانه وأنا مش عارف وشه من قفاه، بس هو عجبني ومتعلق على التمثالة ب 2000 جنيه. اهدى كله يا سي فارس. ما تسمي الله يا بت. عايز افهم بقى شغل ايه اللي يخليك في العز والقبهه دي كلها وتجيب كل الحاجات الغاليه دي كده في كام شهر؟ فتقولي لها حاجه يا اما صفيه، ده بدل ما تفرحي ان ربنا كرمني وفتحها عليا من وسع. يا فارس يا حبيبي، احنا خايفين عليك يا ضناي. خايفين عليا من ايه؟ الفلوس بتعض، هو العز وحش يا ناس؟ بس عشان اثبت لك حسن نيتي انا اخدك معايا الحفله اللي الراجل اللي انا شغال معاه عاملها، عشان تشوف الراجل ده محترم قد ايه وواصل لحد فين. ومن كتر حبه في العبد لله خلاني دراعه الشمال يمين. اسمعي كلامه يا بيت وروحي معاه. حاضر حاضر ياما، لما نشوف اخرتها ايه معاك يا فارس. عليا النعمه من نعمه ربي، مشاعري ليك اللي جوه اكتر من كل فلوس اللي بره. فرق هنا وتقولك غيرت 150 درجة.